بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يبين الله سبحانه وتعالى أن للظلم نهاية، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يجعل نهاية للظالمين تكون عبرة للمعتبرين، ولمن أودع الله عز وجل له سمعا صحيحا يسمع به، وبصرا صحيحا يبصر به، وقلبا يتفكر به ويتدبر به ويعقل به. فإن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يجعل العاقبة للمتقين، ولا بد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون، ولو كره المشركون، ولو كره أعداء الله سبحانه وتعالى. فإن سنة الله ماضية في الخلق أنه لا بد أن تكون هناك نهاية للظالمين. ولقد عتوا عتوا كبيرا، وظلموا وتكبروا وتجبروا، وسجنوا العباد وسفكوا الدماء وأخذوا الأموال واعتدوا على الممتلكات، فامتلأت خزائنهم بأموال المسلمين، وتلوثت أيديهم بدماء المسلمين الزكية. وكذلك عباد الله، توارى خلف القضبان أولياء الله عز وجل لأزمنة طويلة، تشردت الأسر من بعدهم، وترملت النساء، ويتم الأطفال، وذلك بسبب ظلمهم العظيم. عاثوا في الأرض فسادا بنظامهم هذا، وبحزبهم الذي عاث في الأرض فسادا. وقع الظلم عباد الله في أرجاء البلاد، شرقها وغربها، وفي شمالها وجنوبها، وقع الظلم في كل مكان، وعلى كل الناس على اختلاف أصنافهم، وعلى اختلاف طوائفهم وفئاتهم. كان هناك ظلم في حرمان الناس من معيشة اجتماعية شريفة، كان هناك حرمان للناس من مسكن ملائم لكل أسرة، وكذلك من طعام يكفي الأسر، أو من مرتبات أو دخول تكفيهم من المهايا، أو ضمانات اجتماعية للعاجزين عن الكسب. وكل ذلك عباد الله ليس لفقر الدولة، وليس لحاجتها إلى المال، وإنما لأن خزائنهم كانت تمتلئ بأموال المسلمين، وكانوا يمنعونها عن ذي الحاجة الذين يحتاجون إليها، وهي أموالهم جمعت منهم لا ترد إليهم، وإنما توضع في خزائنهم. بعد أن كانت هذه البلاد
كبعد أن كانت هذه البلاد البلاد الكبرى مدينة لها، مدينة لها بالديون، صارت هذه البلاد مديونة لكل بلاد الأرض، حتى صارت ديونها بلغت اليوم 880 مليارا من الدولارات. أي أن هذا، لو أن هذا المبلغ عباد الله أو هذه الأموال التي سرقت أعيدت إلى المسلمين فإنها تكفي لسداد ديون هذه البلاد. ثم أن الأصول الثابتة من المصانع والشركات والأراضي التي هي ملك لهذا الوطن وملك لهؤلاء الناس الذين يقطنون فيه بيعت الأراضي بأبخس الأثمان بل وبلا ثمن، وكانت هدايا ورشاوى لهؤلاء، وكذلك عباد الله بيعت المصانع والشركات وشرد العمال ومنعت الدخول عن الأسر بعد أن كانت لها دخل ربما يكفيها بالكاد، صارت بلا دخل بعد أن بيعت هذه المصانع والشركات. لقد وقع ظلم عظيم على هذا الشعب، وأعظم طائفة تضررت من هذا النظام هي طائفة الإسلاميين الذين قاموا يدعون إلى الله عز وجل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويريدون قيام شرع الله سبحانه وتعالى وإقامة العدالة وإحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء ذي كل حق حقه ونصرة المظلوم. قاموا لهم بالمرصاد فقتلوا من قتلوا منهم وواروا من واروا منهم خلف القضبان لسنوات طويلة ضيعت فيها زهرة شباب هؤلاء، حتى خرجوا هؤلاء شيوخا وكهولا بعد أن كانوا شبابا وحرموا من كل مقدرات الحياة ومنعوا من التعيين في الوظائف الحكومية ومنعوا كذلك من السفر في أحيان طويلة أو من التحرك من أماكنهم التي يعيشون فيها، وهم لا يعينون في وظائف للتضييق عليهم ولحرمانهم من أبسط حقوقهم الاجتماعية في بلدهم وفي وطنهم الذي يعيشون فيه، مع أنهم أصحاب البلاد إلا أنهم حرموا من كل شيء، وذلك إمعانا في إذلال هذه الطائفة. ولكن هذه الطائفة كانت عزيزة بالله عز وجل، عزيزة برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبكتاب ربنا وبسنة نبينا. صمدت هذه الطائفة صمود الشجعان الأبطال، وصبرت كما أمرهم الله سبحانه وتعالى صبرا جميلا، واستعانوا بالله عز وجل فصبر جميل والله المستعان. فاستعانوا بالله سبحانه وتعالى ومضوا في طريقهم رغم المحن والإحن ورغم المعوقات الكثيرة التي وضعها هذا النظام والعراقيل التي وضعت وكذلك العقوبات التي وقعت عليهم، فإنهم لم يتوانوا ولم يقصروا في حق هذه الأمة بالنصح لها وبالأخذ بأيديها إلى جنة عرضها الأرض والسماوات وبدعوتهم إلى الله عز وجل وإلى فسيح الجنان وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى. تحملوا كل شيء لا لشيء إلا لأنهم يرجون ثوابا من الله سبحانه وتعالى، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا. كانوا يتطلعون إلى يوم الخلاص، إلى يوم يجعل الله سبحانه وتعالى من بعد ليل فجرا ومن بعد ليل نهارا، فإذا بالشمس تشرق عباد الله، ويرى الناس هؤلاء وهم في غاية الذلة، فيخرج رئيس هذا النظام يستعطف الناس وهو كسير ذليل، يطلب منهم فقط أن يبقونه 6 أشهر حتى يمتلئ بطنه من أموال الناس وتتلوث يديه مرة أخرى بدمائهم حتى ينتقم من هؤلاء. إنه لم يتصور يوما ثورة العبيد، إنه كان يتعامل مع هذا الشعب على أنه عبيد له وهو سيد عليهم، وليس للعبيد مطالبة، وليس للعبيد أن يطالبوا سيدهم بشيء، وليس لهم أن يرفعوا أعينهم فيه، وليس لهم أن يتكلموا معه كلمة واحدة. فلما ثاروا عليه تعجب من ذلك،
كيف للعبيد أن يثوروا عليه وهو في موقف الكسير الذليل، يقف في كل يوم في بيانات يخرج بها علينا يستعطف الشعب، يريد أن يموت هنا ونحن لا نريد أن تدنس الأرض بدفنه فيها كما دنست بمشيه عليها، وكما دنست بأعماله الظالمة التي أوقعت هذا الشعب في حرج شديد من مديونيات عالمية عالية ومن بيع لأصول البلاد في داخلها. لقد جرد هذا الشعب حتى صار عاريا من كل شيء، ليس له ممتلكات يمتلكها في بلاده، وهو مع ذلك مدين للعالم بمديونيات كبيرة. زد على ذلك المديونيات الداخلية التي سرقت فيها أموال المعاشات وأموال الضمان الاجتماعي وأموال التأمينات، فقامروا بها في البورصة بعد أن عين هذا الوزير الصليبي الذي أضاع أموال البلاد مقامرة في البورصة، أضاعت أكثر من 400 مليار جنيه مصري كانت ممتلكات المعاشات. رفضوا رفع المعاشات مع أن الأموال التي كانت في خزانة الدولة بالنسبة للمعاشات والتأمينات كانت تكفي لأن يعيش كل رجل خرج على المعاش أو كان عاجزا عن الكسب أن يعيش معيشة شريفة هنيئة، ولكنهم قامروا بهذه الأموال حتى خسروها، ثم بعد ذلك أخذوا يأخذون من موارد الدولة لسداد المعاشات ويقولون نحن ندفع فوائدها. من أين تدفعون فوائد هذا؟ إنهم يأخذونها من الضرائب المتوالية التي فرضت على هذا الشعب الفقير، فرضوا عليه أنواعا من الضرائب وتفننوا فيها، من ضرائب الدخل إلى ضرائب المبيعات إلى ضرائب العقارات إلى غيرها من الضرائب. فكلما تذهب إلى مكان إما أن تكون هناك دمغة تدفعها أو هناك ضريبة عليك أو رسوم تدفعها، فهذه رسوم للتراخيص وهذه للتفتيش وهذه لغيرها مما يدفعه أصحاب المحال التجارية، وهم مع ذلك يدفعون الضرائب وضرائب الإعلان ويدفعون التأمينات وغيرها من الأموال التي يستنزفون بها الشعب، ثم أنهم عباد الله قد ضيعوا ذلك كله. لم يكونوا أمناء على مقدرات هذا الوطن، لم يكونوا أمناء على مقدرات هذا الوطن، ولم يكونوا جديرين بحكمه. زوروا كل الانتخابات حتى لا يصل إلى هذه المقاعد الشرفاء من أبناء هذه الأمة، سواء كانوا من الإسلاميين أو من غيرهم ممن يدينون بالإسلام وهم على استقامة بأيد نظيفة وأجواف لا تبتلع هذا الحرام ولا تدخل في بطونها الحرام، لكن أرادوا أن يكون حولهم بطانة من هؤلاء اللصوص وهؤلاء المجرمين العتاة حتى يشكلون حماية لنظامهم، ولكن الله أبى إلا أن يسقط هذا النظام وإلا أن يعريه، ففروا كالجرذان. ومن قبله نظام بن علي الذي كان في تونس والذي والى الغرب وحارب الإسلام ومنع الأذان في المساجد ومنع المصلين من أن يأتوا إلى المساجد للصلاة، وراقبوا المصلين وعاقبوهم وسجنوهم من أجل الصلاة فحسب وليس من أجل الديانة. حاربوا الحجاب حتى أنهم كانوا ينزعون حجاب المرأة إذا سارت به في الطريق، ومنعوا الإسلاميين من دخول الوظائف الحكومية للتضييق عليهم في معايشهم. لقد كان النظامين شبيهين ببعضهما، أضاعوا أموال العباد والبلاد ووضعوها في خزائنهم ومع أقاربهم وأبناء حزبهم حتى أفقروا الشعب أعظم إفقار. والوا الغرب وأتوا بمناهج الغرب يطبقونها في بلادهم، وهم مع ذلك أعظم موالاة للغرب، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لقد فر كالفأر المذعور ثم صعد بطائرته في السماء يتصل بفرنسا بإيطاليا بقبرص بالإمارات بمصر بغيرها،
لكي يجد بلدا تؤويه، كان مواليا لهم يطبق مناهجهم، كان على شعبه من أجل هؤلاء الكفار، لكنهم لم يستقبلوه، ولكنهم لم يستقبلوه وإنما تبرؤوا منه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صارت العداوة بعد محبة، لأن المحبة لم تكن لله وإنما كانت لمصلحة دنيوية، فلما انتفت هذه المصلحة أعرضوا عنه أعظم إعراض، ونظروا إلى من يأتي بعده يحقق المصلحة، حتى أن مستشارا لأوباما رئيس أمريكا يقول إن أمريكا عاملت مبارك على أنه منديل كلينكس استعملته ثم ألقته اليوم، وهي اليوم تطالبه بالتنحي وتطالبه بإعطاء الشعب حقه، وهم غير صادقين في ذلك. لكنهم وجدوا أن هذا المنديل قد فقد صلاحيته للاستعمال. هم لا يبكون على مصالح هذا الشعب، ولا يريدون له نفعا، ولا يريدون له خيرا، وإنما هم يفعلون ذلك لأنهم يريدون مصلحة ممن يأتي بعده، فاستعملوا هذا المنديل القذر ثم ألقوه وهو غير صالح للاستعمال من أوله، من أول تعيينه لم يكن منديلا صالحا للاستعمال، ولكنه كان صالحا عندهم لأنهم أهل قذر ونتن. والكفار لا يعيشون إلا كالخنازير في الوحل، لا يعيشون إلا في وحل، ولا يعيشون إلا في قذر، ولا يأكلون إلا القمامات. ولذلك ناسبت هذه القمامة ما هم عليه من القذارة والنتن، فاستعملوا هذا المنديل حتى صار غير صالح للاستعمال ثم ألقوه. فهذا الأمر عباد الله يدل على أن الله سبحانه وتعالى له عجيب القدر، وأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فالله سبحانه وتعالى يملي للظالم، يستدرجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيد الله سبحانه وتعالى متين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لقد أمهلهم الله عز وجل رويدا، ولقد جاءت ساعة الحسم، ولقد جاءت ساعة الحسم. خرج شباب إلى الشوارع والطرقات ليس في أيديهم شيء، لا من السلاح ولا من العتاد، وإنما واجهوا هؤلاء أعوان النظام الذين أطلقوا الرصاص على صدورهم وعلى رؤوسهم، فأوقعوا فيهم القتلى والجرحى. قتلى تخطوا 300، وجرحى تخطوا 5000 جريح في هذه المظاهرات السلمية التي خرجت لا تطالب إلا بحقها، لا تريد أن تتجاوز حقها، وإنما تريد حقها المشروع في الحياة، حقها المشروع في الحرية، حقها المشروع في أن تمارس عبادتها بحرية، وأن تمارس تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. صحيح أنهم طوائف شتى، لكنهم كانوا يجتمعون على إعطاء الحرية لكل من يريد. والذي نرفضه هو أن تكون حرية مطلقة هوجاء، أو أن تكون فوضى، أو أن يعيث الناس في الأرض فسادا، أو أن تكون حرية الكفر والعبث والمجون وحرية التعري، وإنما نريد حرية مقيدة منضبطة بشرع الله سبحانه وتعالى، تكون حرية منضبطة بشرع الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن تسير البلاد أيضا إلى فوضى فيسقط كل شيء، بحيث أن الناس لا يستطيعون أن يسيروا في فوضى وهوجاء، فأكل الناس بعضهم بعضا، ويعتدي بعضهم على بعض، أو أن يأكل القوي فيهم حق الضعيف.
وإنما نريد أن يكون الأمر عباد الله منظما مرتبا في انتقال هذا الأمر إلى الأصلح والأكفأ، لا نريد أن ننتقل من صفحة سوداء إلى أسود منها، أو من صفحة سوداء إلى مثلها. نحن نريد أن ننتقل من صفحة سوداء عشناها لا أقول 30 سنة، وإنما من قبله سنين طوال. لقد عاشت هذه الأمة منذ سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1923، سقطت الخلافة العثمانية الخلافة الإسلامية آخر خلافة للمسلمين، ونحي شرع الله سبحانه وتعالى عن الحكم، واستبدلوه بأحكام هي من زبالات أفكار البشر، هي أحكام النتن، هي أحكام الدعارة، هي أحكام المجون. بدلوا شرع الله عز وجل بهذه السنن والشرائع الحقيرة التي سنوها لهذه البلاد، وصارت البلاد في ملكية تنتقل من سوء إلى سوء، إلى أن جاءت ثورة بدلت هذه الصفحة إلى أسود منها. منذ بداية هذه الثورة وعبر عقودها من أول تولي محمد نجيب إلى هذا العربيد، واحدا بعد واحد وواحدا تلو واحد، يملون علينا مذاهب اشتراكية وشيوعية، ويملؤون أدمغة الناس بالإلحاد، ويمنعون الصلاة، ويحاربون التدين، ويحاربون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم مع ذلك يمنعون الناس أبسط حقوقهم المادية والاجتماعية. وكل ذلك كان عبر قرنين من الزمن، والأمة تعيش هذه المهانة، وتعيش حياة الفقر وحياة الضيق وضيق ذات اليد، وإنما ذلك بسبب انتشار الظلم عباد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يمنع الناس الثمر ويدمر البلاد ويخربها إذا أعرضوا عن ذكر الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالذي يتبع ذكر الله سبحانه وتعالى، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ينتفي عنه الضلال وينتفي عنه الشقاء. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا تبعوا هدى الله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء: لا يخافون مما هو آت، ولا يحزنون عما فات. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إن تنحية شرع الله عز وجل عن الحكم توجب الخزي لهذه البلاد ولأهلها ولمن قام عليها، كما بين الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا في تسليط العدو علينا وفي وقوع البأس بيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، في 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وذلك بسبب نقص المكيال والميزان. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما حكمت أئمتهم بغير كتاب الله، ولم يتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فانظر عبد الله ما نحن فيه من هذه البلايا والمصائب
إنما هي بسبب هذه الذنوب. ولا أقول أن هذه الذنوب ذنوب الحاكم فحسب أو ذنوب النظام، فنحن شاركنا في ذلك أيضا. فالأمة تحتاج إلى إصلاح راع ورعية، وليس الراعي ليس الحل في استبدال رجل برجل أو نظام بنظام. إن الحل عباد الله في استبدال السلوكيات والأخلاق التي تعيشها هذه الأمة، في استبدال معاملاتها، في استبدال نظم حياة هذا المجتمع. ينبغي أن يصلح كل منا نفسه. إن إصلاح الراعي والرعية أمر مطلوب، بل إصلاح الرعية يكون من أعظم أسباب إصلاح الراعي، لأن ظلمنا لبعضنا هو سبب تولي الظالمين علينا. لأن من عقوبة الظلم أن يولى عليك ظالم يظلمك كما تظلم العباد. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ونحن عباد الله نعيش حياة بيننا من الظلم، يأكل بعضنا مال بعض، ويعتدي بعضنا على ممتلكات بعض، ويسلب بعضنا حقوق بعض، نتعرض لبعضنا بالسب والشتم والسرقة وقطع والسرقة والاعتداء على الأعراض كذلك، والغش ونقص المكيال، وكذلك الرشوة والاختلاس والنصب والاحتيال والسرقة. كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل مال اليتيم بغير حق، وأكل مال اليتيم بغير حق، وكل ذلك اعتداء على الحقوق وظلم للعباد. وهذا الظلم يوجب أن يولى علينا ظالم يظلمنا كما يظلم بعضنا بعضا. فحين نقلع عن الظلم في صوره كلها، الظلم بالشرك، والظلم بظلم النفس بالمعصية، والظلم بظلم العباد، حين نقلع عن ذلك يولي الله عز وجل علينا خيارنا، وينفي عنا شرارنا، يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، ويبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. إن الأمر عباد الله في صوره يحتاج إلى إصلاح للقاعدة وإصلاح للقمة، إصلاح للراعي وإصلاح للرعية. فلا ينبغي لنا ونحن نريد إزالة هذا النظام أن يكون شغلنا الشاغل هو إزالته فحسب، بل ينبغي أن نزيل الخبث من أنفسنا، أن نزيل أمراض القلوب من الحسد والضغينة والكره للمسلمين من القلوب. وينبغي كذلك أن نزيل عباد الله أعمالنا الفاسدة. ينبغي أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتوب إليه، وأن نتقرب إليه بالطاعة، وأن ننزع عن المعصية، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن نكثر من ذلك. فلولا يستغفرون الله لعلهم يرحمون. فالله سبحانه وتعالى بين أن الاستغفار سبب الرحمة وسبب الخير. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إن الاستغفار عباد الله سبب عظيم للرخاء، وسبب عظيم لدفع الضر ودفع العذاب عن الأمة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا يعذبهم الله وهم يستغفرون. فأكثروا عباد الله من الاستغفار، وأكثروا من الدعاء، فإن الدعاء هو الذي يوجد لنا المخرج. إذا ارتفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل. إن الله يبتلينا بالمصائب لكي نتضرع إليه، لكي نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه، لكي يتعبدنا بالدعاء والرجاء والاستغاثة والتوسل لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تفزعوا إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى كسوف الشمس أو خسوف القمر صعد المنبر فخطب الناس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة. إن العبد إذا خاف شيئا ينبغي أن يلجأ إلى الله، ف
فإنه الركن الركين والحصن الحصين. ينبغي أن يتحصن بالله عز وجل، فمن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. فينبغي أن تستجلبوا معية الله سبحانه، وإنما تكون معية الله عز وجل بطاعته، إنما تكون معية الله عز وجل بعبادته، إنما تكون معية الله عز وجل باللجوء إليه. عن ماذا يبحث الثائرون اليوم؟ عن ماذا يبحث الثائرون والمتظاهرون اليوم؟ يبحثون أنهم شباب بلغوا الثلاثينات وتخطوا ذلك ولم يتزوجوا بعد. يريد الواحد منهم زوجة، ويريد سكنا، ويريد طعاما، ويريد عملا. فإنهم ينادون بالكف عن بمعالجة البطالة، وتوفير السكن، وتوفير الدخل الملائم، وهو من الطعام والشراب، وكذلك عباد الله توفير الأمن. فانظروا عباد الله، حصل ذلك بدعوة واحدة. جاء موسى عليه السلام فارا بدينه من مصر، فتخطى صحراء سيناء كلها حتى وجد امرأتين تزودان لا يستطيعان رفع الحجر عن البئر، فسقى لهما ثم آوى إلى الظل. ماذا قال موسى؟ كان جائعا، وكان ليس له سكن يأوي إليه، وكان خائفا. كانت تجتمع عليه هذه البلايا التي اجتمعت علينا اليوم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما كان يجتمع عليه يجتمع علينا اليوم. نحن نبحث عن سكن آمن، ونبحث عن معافاة في البدن، ونبحث عن طعام وشراب، ونبحث عن زوجة وأولاد. ولقد كان موسى كذلك يبحث عن هذا. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ رفع كف الضراعة إلى الله، قال رب لما إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء موسى عليه السلام إلى هذا الرجل الصالح وقص عليه القصص، قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فقالت إحدى بناته: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فكان هذا الأمر عباد الله ما يبحث عنه موسى تحقق في هذه الدعوة. فإن موسى عليه السلام ضمن الطعام والشراب، وضمن السكن، وضمن العمل، وتزوج وأنجب عليه السلام، وكل ذلك حصل في دعوة واحدة. آوى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت الإجابة بفاء التعقيب والسرعة، أي أنه عقب الدعاء مباشرة تحقق ذلك كله له، فجاءته. الفاء هنا يقول العلماء فيها أنها فاء التعقيب والسرعة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن الدعاء سلاح المؤمن، وإنه سبيل خلاص للمؤمنين أيضا عباد الله. فالأمر عباد الله يحتاج إلى أن نكثر من الدعاء، يحتاج إلى دعوة إلى الله عز وجل، لأنه أحد أسباب نزول العذاب علينا إنما هو تقصيرنا في الدعوة إلى الله، وتقصيرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. يقول الناس اليوم: وهل نهلك وفينا الصالحون؟ سؤال تردد في الماضي عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ.
قالت عائشة: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إن النجاة ليس في إصلاح نفسك فحسب، وإنما النجاة أن تصلح الكون من حولك. فإنك إن اهتممت بإصلاح نفسك فحسب، فإنك قد تؤخذ بجريرة غيرك، أي في الحياة الدنيا عندما ينزل العذاب فيعم الجميع بالعقاب. إنما يحدث عباد الله من إهلاك الحرث والنسل، من إهلاك الحرث والنسل والضيق ذات اليد وضيق العيش، إنما يعم الصالح والطالح بسبب ذنوب العباد، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة نقفها، يحتاج إلى وقفة نقفها، نقول فيها أنه ينبغي أن نعالج هذا الأمر أولا بالتوبة إلى الله، ثانيا بالاستغفار، ثالثا بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، رابعا بترك المعصية والإقلاع عنها، خامسا برفع الظلم، سادسا بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. لا كما نطالب غيرنا أن يحكم فينا شرع الله، ينبغي أن نحكمه في أنفسنا. ينبغي الإقلاع عن الطغيان، وينبغي الإقلاع عن البغي، وينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء كذلك، وكذلك عباد الله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الذي ذكرنا هو طريق العلاج لما ألم بالأمة من ألم. الناس يقولون: ابتلينا بعد 25 يناير، نحن في بلاء قبل ذلك. البلاء مستمر على هذه الأمة، ربما زاد بغياب بعض الأمن، وربما زاد كذلك بارتفاع الأسعار في بعض الأصناف، ولكن هذا الأمر موجود قبل ذلك، ونحن نعانيه منذ سنوات طوال، عانيناه نحن وعاناه آباؤنا وأجدادنا من قبلنا. نعيش في عناء منذ سقطت الشريعة الإسلامية، منذ سقطت الخلافة الإسلامية، منذ جاءونا بهذه القوانين الوضعية التي أزالت البركة من هذا الكون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فبين الله سبحانه وتعالى كيف حرم الله على بني إسرائيل، حرم عليهم الطيبات، منعها منهم بسبب ظلمهم وعدم تحكيمهم لشرع الله سبحانه ولوقوعهم في المعاصي. فإن الله سبحانه وتعالى عذبهم بالحرمان. إنما نعانيه من الحرمان إنما هو بسبب إعراضنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم تحكيمنا لشرع الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن حياة الخزي التي تعيشها الأمة كان بسبب محاربة الدعاة إلى الله عز وجل، وصدهم عن سبيل الله، وإغلاق المساجد، ومنع الأذان، ومحاربة الخطباء، والإتيان بمن يواليهم، بمن يضلل العباد، بمن يلوي أعناق النصوص لتوافق هذا الباطل. الفتوى التي كانت تصدر كانت تعين هذا النظام على الفساد، كانت تعينه على ظلمه، كانت تعينه على سلب حقوق العباد. والذي يتكلم بالحق ينبغي أن يتوارى خلف القضبان لسنوات طوال، ينبغي أن يعاني أبناؤه من خلفه الألم، وينبغي أن يعاني إخوته وكذلك أباء أمه وأبيه، ينبغي أن يعانوا أشد العناء في سنوات طوال. كانوا يعانون حتى في زيارته، ويمنع الطعام وتمنع الزيارة، ويعالجون بالضرب، ضرب في الصباح وضرب في المساء، ضرب في الصباح وضرب في المساء لمدة سنوات طوال. كانوا ينامون عراه على بلاط، والزنزانة التي لا تسع 9 أفراد كان فيها أكثر من 60 فردا كانوا ينامون واقفين لسنوات طوال. كل هذا الظلم
كل هذا الظلم الذي وقع إنما هو سبب عظيم عباد الله، سبب عظيم لرفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات عن هؤلاء المؤمنين الذي عانوا أشد المعاناة. كانوا يريدون ردهم عن دينهم، لكنهم باعوا كل شيء إلا دين الله سبحانه وتعالى. هانت عليهم الدنيا ومتاعها وتحملوا الآلام. لقد رأيت منهم من أصيب بالشلل، ومن أصيب بالمرض العضال، ومن به عاهات مستديمة، ومن فقئت عيناه، ومن كسر عموده الفقري، ومن أصيب عباد الله بالفشل الكلوي والكبدي وغير ذلك من أمراض القلب، ومعاناة شديدة لهم، فضلا عمن مات تحت التعذيب، فضلا عمن مات تحت التعذيب، وهم يتعاملون مع الناس ليس كأنهم بشر أو بأنهم بشر، وإنما كانوا يتعاملون معهم أحقر ما يتعاملون مع الحشرات، أحقر ما يتعاملون مع الحشرات. كان السجين إذا أراد أن يخرج إلى الطبيب يضرب حتى يصل إلى العيادة، ثم يضربه الطبيب، ثم يضرب حتى يعود إلى محبسه، إلى زنزانته، حتى أنه كان لا يطلب أن يخرج إلى الدواء. إذا جاءته زيارة وسمحوا بها، كانوا يأخذون اللحم يضعونه في التراب، اللحم إذا جاء يضعونه في التراب، وكانوا يكسرون الأشياء، ثم يضرب حتى يخرج إلى أمه لكي يراها، وكان يتحمل ذلك لكي يرى أمه، ثم يعود ضربا حتى يعود إلى محبسه. كانوا يجعلونهم في آبار القاذورات يغطسونهم فيها وهم عراه، ويضربونهم حتى يغشى عليهم، ثم يعود إلى محبسه، ثم يكون له مثلها في الليل. كان التفتيش يضربهم ويسلط عليهم الكلاب، ويقطعون لهم متاعهم ويلقونه في المهملات، وكانت عباد الله أكلهم يسيرا، وكان الأكل الذي يعطونهم يسيرا، والملابس التي كانوا يلبسونها لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، بل كانوا ينامون عراة على البلاط، والزنزانات كلها خرسانة من فوقهم وجدرانها وأرضها، مع البيبان المصفحة التي تغلق عليهم، وكانوا يحبسون حبسا انفراديا لمدد طويلة. كانوا يأتون بالطعام لا يكون في طبق، وإنما يجعلونه لهم على الأرض ويضعون عليه الخبز، يقولون لهم كلوا هذا، وكانوا يأكلونه لأنه لا يجدون غيره. لقد عانت الأمة معاناة شديدة، ربما لم تسمعوا ذلك ولم تروه، لكن عانته الطائفة الإسلامية، عاناه الإسلاميون الذين بذلوا لأجل الله سبحانه وتعالى، لأخذ الناس من أيديهم إلى النجاة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لقد تحملوا ذلك كما تحمل مؤمن آل ياسين عندما جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قتلوه لكنه كان رحيما بهم، قال حتى بعد موته يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أي ليتهم يعلمون هذا فيهتدون. بعد موته، بعد أن قتلوه، يريد لهم الهداية. وهذا حال الإسلاميين كذلك مع إخوانهم، من المسلمين، فإنهم يمتثلون العفو والصفح عن كل ما ألم بهم، وهم يتنازلون عن كل حقوقهم التي كانت لهم، لأنهم لا يريدون الانتقام ولا الثارات، وإنما يريدون إحقاق الحق وإبطال الباطل. لقد خذلهم المجتمع مدة طويلة، واتهموا بالإرهاب، واتهموا بالتخلف، وألصقت بهم التهم، وآخرها كما رأيتم تفجير الكنيسة التي كانوا يريدون إلصاقها بالسلفيين، وهم أبعد ما يكون عن حرمان الناس من حقوقهم حتى ولو كانوا كفارا. فنحن لا نظلم الناس شيئا. ثم بعد ذلك خرجت كلابهم المسعورة في المجلات والجرائد تهاجم السلفية وتهاجم الدين وتصفه بالبداوة، وتريد تحرير الناس من دين الله ومن عبادة الله سبحانه وتعالى. كانوا أعدوا لنا العدة للقضاء على السلفيين. لقد بدأوا بالتنظيمات الجهادية، ثم بالجماعة الإسلامية، ثم بالإخوان، وكان الدور على السلفيين. أعدوا العدة الأمنية للقضاء على هذا الفكر وهذه العقيدة، وشحذوا هممهم، وأعدوا عدتهم وأسلحتهم وعتادهم والتهم الملفقة، لكن الله أبى إلا أن ينصر دينه، فأسقطهم الله عز
عز وجل قبل أن يسقطوا الدعوة إلى الحق سبحانه وتعالى. أسقطهم الله وأذلهم وصاروا عبرة للمعتبرين. انظر إليهم فروا كالفئران المذعورة من الشوارع ومن الطرقات، وخرجوا من أقسامهم ومن معاقلهم ومن حصونهم، وغابوا حتى أنهم لا يرى لهم وجود، كأنه ملح وذاب في الماء، كأنه ملح وذاب في الماء. أين الغطرسة؟ أين التكبر؟ أين التجبر؟ أين الطغيان؟ وأين الباغي الذي كانوا عليه؟ لقد صاروا أذلة صاغرين. وذلك عباد الله إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى وحماية الله عز وجل لدينه ولهذا المنهج القويم الذي كان عليه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل ظالم نهاية، ويجعل الله سبحانه وتعالى العقوبة مثل ما فعل بالناس يفعل به، مثل ما فعل بالناس يفعل به. ولقد كان الحجاج ابن يوسف الثقفي كان جبارا متكبرا، كان يقتل الناس ويواريهم خلف السجون. قتل العشرات من الصحابة والتابعين ومن أهل العلم، ووارى الآلاف خلف السجون. وأتى يوم بسعيد بن جبير، وكان تلميذا لعبد الله بن عباس، وكان من الفقهاء المفسرين، وكان ممن رزقهم الله سبحانه وتعالى كرامة في إجابة الدعوة، وكان وقف له بالمرصاد، وكان يعارضه وينكر عليه. فأتاه يوما الشرط فأتوا به إلى الحجاج، فلما دخل عليه قال حياه بما حيا به موسى عليه السلام فرعون اللئيم، فقال سلام على من اتبع الهدى. فقال له من أنت؟ قال أنا سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كسير. قال أمي أعلم إذ سمتني. قال ما تقول في محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نبي الرحمة. قال نبي الرحمة وإمام الهدى. قال ما تقول في علي؟ قال لقد مضى وهو إمام الدنيا، وهو إمام الدنيا وإمام الهدى. قال ما تقول في؟ قال ظالم تسفك دماء المسلمين. قال لأبدلنك الحياة الدنيا بنار تلظى. قال لو كان هذا لك ما اتخذت إلها غيرك، أي لو أنك أنت تستطيع أن تجعلني في نار تلظى ما اتخذت إلها غيرك. فدعا الحجاج بالذهب والفضة، فجيء بكيسين من الذهب والفضة فأفرغ أمامه، فقال ما هذا يا حجاج؟ إن كنت جمعته تتقي به غضب الله عز وجل فنعم ما صنعت، وإن كنت جمعته من الفقراء عنوة وغصبا فإن هناك يوما تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. فقال اقتلوه. فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال حولوه عن القبلة. فقال فأينما تولوا فثم وجه الله. قال اطرحوه أرضا. فقال منها خلقنا. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم ضحك سعيد بن جبير. فقال ولما تضحك؟ قال قال أضحك من جرأتك على الله سبحانه وتعالى وإملاء الله عز وجل لك، أي وأن الله سبحانه وتعالى يتركك وأنت تتجرأ على الله سبحانه وتعالى.
قال: فلماذا لا تضحك أنت؟ فلماذا لا تضحك أنت مثلنا؟ يعني أنك عبوس دائما. فقال: إني أتذكر يوم الآخرة. فقال: ولماذا نضحك أن نحن؟ قال: لأن القلوب لا تستوي. فقال: اذبحوه. فقال: اذبحوه أو اختر لنفسك قتله. قال: بل اختر أنت، فوالذي نفسي بيده ما تقتلني قتله إلا قتلك الله مثلها. اختر أنت لنفسك، فوالله ما تقتلني قتله إلا قتلك الله مثلها. فقتله، فدعا عليه فقال: اللهم اجعلني آخر من يعذبه الحجاج، أو قال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي. فثارت بثرة في بدنه، يعني دمامل ثارت في بدنه، فكان يخور كما يخور الثور شهرا لا يهنأ بنوم ولا بطعام ولا بشراب، وليس له كلمة يقولها إلا: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. فلما كان كذلك دخلوا عليه يعودونه، فقال: إني أرى في منامي كأني أسبح في بحر من الدم، وإني رأيت كأن القيامة قامت وأن الله برز على عرشه، فجعل يقتلني قتلة في كل مسلم قتلته، ولكن في سعيد بن جبير قتلني 70 قتلة، ولكن في سعيد بن جبير قتلني 70 قتلة. فهذا المشهد عباد الله يدل على نهاية الظلم، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يجعل للظلم نهاية. فإن الذين عذبوا أحمد أو أوشوا به انتقم الله سبحانه وتعالى منهم أعظم انتقام. فهذا أحمد بن داود، فهذا أحمد بن داود الذي كان يقول للمأمون والمعتصم والواثق، 3 خلفاء عذبوا الإمام أحمد، كانوا يجلدونه ليل نهار. قال أحد الجلادين: جلدت أحمد 100 جلدة لو جلدتها فيلا لقتل. وهو صابر محتسب لا يتأوه، وهو صابر محتسب لا يتأوه. وكان أحمد بن داود قاضي القضاء، وكان معتزلي يقول بخلق القرآن، وكان يشي بالإمام أحمد حتى يسجنونه ويعذبونه. ثم بعد ذلك لما جاء المتوكل، وكان أخوه الواثق قد قتل أحمد بن نصر الخزاعي، وكان من أئمة أهل السنة، فقالوا له: إن أخاك قتله ظلما. فقال لابن أبي فقال لأحمد بن داود: هل قتله ظلما؟ قال: لا والله ما قتله إلا كفرا، أصابني الفالج إن قتله في غير كفر. والفالج هو الشلل النصفي، فأصيب به ومكث 4 سنوات لا يتحرك من سريره، وعزل من منصبه، وصدرت جميع أمواله التي كان جمعها في عصر المأمون والمعتصم والواثق، في عصر المأمون والمعتصم والواثق، وأصيب بهذا الشلل، وظل حبيس جلده 4 سنوات لا يعوده أحد ولا يدخل عليه أحد، حتى مات هذا الرجل. وكذلك عباد الله، كان ابن الزيات وزيرا، كان ابن الزيات وزيرا للواثق، فسأله المتوكل: هل قتل أخي أحمد بن نصر الخزاعي ظلما؟ فقال: لا ما قتله إلا كفرا، ما قتله إلا كفرا، أحرقت بالنار إن كان قتله في غير كفر. فمات محروقا بالنار، حبس وحرق بالنار حتى مات، وصدرت جميع أمواله. ثم لما دفنوه جاءت الكلاب فنبشت قبره وأكلت ما تبقى من جسده، وأكلت ما تبقى من جسده. وكذا ابن هرثمة الذي أوشى بأحمد بن نصر الخزاعي، فإنه سأله أيضا الواثق: هل قتل المتوكل، هل قتل أخي الواثق أحمد بن نصر الخزاعي ظلما؟ قال: لا ما قتله إلا كفرا، قطعت إربا. فلما تبين بعد ذلك للمتوكل أن هذا الرجل كذاب، أراد أن يقبض عليه فهرب. فبينما هو في طريقه مر بقبيلة خزاعة، فعرفه رجل فقال: هذا الذي أوشى بأحمد بن نصر. فأخذوه فقطعوه إربا، فقطعوه قطعا. وكانت نهاية هذا الظلم كما تمنوا لأنفسهم، وكما فعلوا بأهل السنة والجماعة عبر الزمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بعد الليل فجرا،
وأن يقاتل ربنا سبحانه وتعالى الذين كفروا، وأن يبدل الله سبحانه وتعالى خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ أموالهم، اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح شيوخ المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح أطفال المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.